يعني انا في قبلها برضو تجربه مهمه جدا رفضتها، ودي كانت بالنسبه لي يعني قاتله، قعدت اسبوع في البيت اعيط بس لان فعلا انا مش عارف اعملها ومع حد كبير ومهم مهم مهم. انت رفضتي وحيد حامد؟ حد يرفض دور مع وحيد حامد؟ يعني اي حد هيفكر يقول ازاي؟ كان في فيلم مع الاستاذ يوسف شاهين ورفضت، وكنت حموت يعني يوسف شاهين. رفضتي فيلم مع يوسف شاهين؟ كان فيلم ايه؟ انا مش فاكره اسم الفيلم، بس اللي كان فيه مصطفى شعبان وكانت لطيفه وانا كنت طالعه بنتها، وكان في مشهد هنصور، كان في مشهد ما بين البطله وما بين مصطفى على مركب، وكان في تقريبا بوسه. دي كانت بقى عارفه حضرتك العيله مجتمعه في البيت، والناس بتكلمني في التليفون وانا مش عارفه ارد، وعارفه فاكره موبايلات ابو الحاجات الصغيره دي. مين اللي عملت الدور ساعتها؟ روبي. روبي صح. انا بقى دي طلع بنت لطيفه، دي كانت وفرقت في حياه روبي في الكارير بتاعها جدا الفيلم ده. انا وانا بقول لا، انت سامعني ايه؟ لا لا مش هقدر اشتغل يوسف شاهين. يعني خالد يوسف بيقول لي هل انت مجنونه ولا انت طبيعيه؟ وانا قاعده وبابا قاعد في البيت وكل الناس قاعده عامله كده مستنيه انا هقول ايه. وبابا قال لي اللي انت شايفاه اعمل ايه؟ كنت ساعتها متجوزه؟ لا كنت عيله صغيره. كنت لسه صغيره بس ورفضتي الدور؟ مش لا اكيد مش رافضه الدور علشان خاطر اي حاجه غير ان انا كنت عارفه ان انا مش هعرف اعمل ده. مش عارفه ليه بصراحه. لو رجع بيكي الزمن تقبلي الدور ده؟ تقبلي الدور مع يوسف شاهين؟ لو مفيش بوسه هقبله. لو مفيش برضه هرجع اقول حد يقول يوسف شاهين. ما هو ده اللي عندي. طبعا يعني اكيد مبادئك طبعا ما تتخليش عنها. لا وانا ما بقولش ان اللي هيعمل ده مش كويس خالص. لا ما قلناش كده، ما قلناش كده. لا لكن انا يعني انا مش هقدر، مش هقدر، محدش يبص غير اللي بحبه يعني. موضوع بسيط يعني. والفيلم التاني برضو المشهد كان بالنسبه لي تقيل قوي 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 قوي. ما قدرتيش؟ انت شفتي المشهد صح؟ لا يمكن، لا يمكن. بعدين انا وقتها كنت متجوزه. لا انت قلتي لي كنت سنجل دلوقتي. لا اولاني كنت سنجل. يوسف شاهين كنت سنجل. تاني كنت متجوزه. كنت متجوزه والمشهد كان صعب. صعب طبعا. بعد ما شفتيه بقى، بعد ما شفتيه في الفيلم المشهد كان صعب. الفيلم لو كان نزل وانا فيه محمد كان هيقوم في البيت خلاص، خلص الكلام.